دلوقتي هنبدأ نخش على برامج كبيرة شوية، فأسماء المتغيرات مش قدناها صغيرة زي ما كنا بناخد. احنا كل البرامج اللي عملناها كان الاسم متغير A B C D وخلص الموضوع. طب دلوقتي عايزين نشوف بقى لو احنا عايزين اسماء المتغيرات، هل اسم متغير ممكن يبقى كبير؟ ممكن يبقى كبير. ازاي المتغير عندنا لو قيود؟ قالوا القيد ان ما يزيدش طول المتغير عن 31 حرف زمان في الفورتران 77 كان هم 6 حروف بس، لكن هنا متاح ليا لغايه 31 حرف. الشرط الثاني قال لو يحتوي على علامه خاصه، يعني ما ينفعش يحتوي على الهاش او علامه الاند او بلس او ماينس، كل العلامات دي او بيرسنت، كل العلامات دي غير مسموح بيها انها تكون موجوده في اسم المتغير. القيد الثالث ان ممكن هو يحتوي على ارقام او على علامتين خاصتين اللي هو الاندر سكور والدولار ساين، ممكن دول استثناء من العلامات الخاصه، ممكن ان الاسم المتغير يحتوي، ولكن بشرط ان اسم المتغير ما يبداش لا بالرقم ولا بالعلامه، يعني العلامه والرقم يكونوا في داخل اسم المتغير. طيب المتغيرات دي انواعها ايه؟ في انواع كتير من المتغيرات، هناخد دلوقتي نوعين بساط. في نوعين بسيطين جدا من المتغيرات اللي هما المتغير الصحيح اللي هو الانتجر، والمتغير الغير صحيح اللي هو الريال. المتغير الصحيح بيتم تخزين فيه ارقام صحيحه 1 2 3 4، لكن المتغير الغير صحيح بيتم تخزين فيه ارقام غير صحيحه، وممكن يتخزن فيه ارقام صحيحه، يعني ممكن نخزن فيه 1.5 1.5 اي رقم احنا عايزينه. طب نفرق ازاي بين المتغير الصحيح والمتغير الغير صحيح؟ المتغير الصحيح الحرف الاولاني منه بيكون يا اما اي يا جي يا كي ال ام ان، يعني المتغير الصحيح لازم الحرف الاولاني فيه يكون احد الحروف السته اللي قدامنا دول اللي هو من اول الاي للان، حتى عشان نحفظهم انتجر اولها اي والحرف الثاني منها ان، يبقى الحروف ما بين الاي والان، الحروف ما بين الاي والان هي دي الحروف الايه اللي لو ابتدى بيها المتغير تبقى متغير، ده متغير انتجر. طيب لو متغير بقى غير صحيح، يبقى الحرف الاولاني فيه مش لا اي ولا جي ولا كي ولا ام ولا ان. تعالوا نشوف مع بعض الحته دي كده، عايزين نفهمها كويس.